الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أنا المهندس ربيع كمون، أبقى شقيق المهندس مصطفى كمون المعتقل حاليا بسجن طنطا العمومي. إحنا أشقاء، يعني أنا مهندس ميكانيكا متخرج قبله ب4 سنين، وهو مهندس كهرباء متخرج من كلية الهندسة الإلكترونية جامعة منوف سنة 92. فهو كان يعمل مدير عام بهيئة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، يعني آخر وظيفة لي كان على درجة مدير عام بهيئة الميكانيكا أو مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري. ظروف اعتقال بقى المهندس مصطفى. المهندس مصطفى كمون اعتقل من عربية الشغل، يعني هو كان في شغله بيأدي عمله ووظيفته كمهندس كهرباء، هو خريج اتصالات هندسة إلكترونية جامعة منوف أعلى التخصصات حاليا في العصر الحديث. الموظف في مصلحة الميكانيكا والكهرباء في مصلحة الري كان بيأدي عمله كمدير عام، وهو راجع من شغله طلعت عليه قوة من كمين رشيد اعتقلته هو على طريق الدولي بمنطقة بر بحري. يعني هو اعتقل من داخل عربية الشغل وكان اللي سايق بيه السواق بتاعه في الشغل. المهندس مصطفى، يعني بالإضافة لكلام باشمهندس ربيع كمون، علاقته مع زملائه في العمل وفي الشغل وكده الطيبة، علاقته، أنا هتكلم على علاقته الشخصية معايا أنا كصديق شخص له. هو شخصية المهندس مصطفى، يعني العشرة الطويلة دي، إنسان وافي جدا، إنسان ودود جدا، صديق بمعنى صديق، صديق يعني، يعني أنا يعني المواقف الكتيرة جدا اللي استضفتني أنا شخصيا مع المهندس مصطفى، يعني انا ما يعني انا لا يعني لا اتذكر مناسبه بالنسبه لي انا شخصيا كانت كويسه او وحشه، وفاه، زواج، مشكله بالنسبه لي، الا واول واحد يكون عندي في البيت المهندس مصطفى كمون. ده بالاضافه ان انا كنت بحس وانا يعني صديق المهندس مصطفى كمون بالامان. بالامان بمعنى ايه؟ بمعنى اذا حصل لي اي شيء ايا كان لي او لاولادي او لا، بحس بالامان ان انا حاسس ان في صديق من ورائي، يعني 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 اشعر بالامان تجاه اولادي، تجاهه ان انا هحس ان هو هيعاملهم كاب ده اذا حصل لي انا حاجه. في كل المميزات والصفات اللي يعني انا مش بقول كده عشان ان هو كصديق، يعني لا لا، دي فعلا اخلاق المهندس مصطفى الحقيقيه فعلا. هو كان كويس، هو كان زوجي كويس مع اولاده، ويعني اي طلبات بيجيبها لهم، ويعني كان يعني هو كان محفظ لهم للقران الكريم، يعني كل اولاده، وده كان همه يعني. وكان بقى تعامله كويس يعني مع جيرانه واصدقائه. والدي المهندس المعتقل مصطفى كمون، واخي المهندس محمد كمون. لما عرفت ان بابا اعتقل كانت صدمة ليا قوية جدا، لان هو كان قبل اعتقاله بساعتين كان مكلمني اخر واحدة، فكانت الصدمة ليا قوية جدا. بالنسبة لبابا كان حنان علينا جدا وطيب، وكان دائما بيحثنا على قراءة القرآن، وكان بيصحينا لصلاة الفجر. كنت أحيانا بصحى بالليل وكنت بسمعه وهو بيقرأ القرآن، كان بيصلي القيام. كان بيساعد جيرانه دايما، وكان حدث اللي هو يساعدهم في اي حاجه، اللي هم لو اذا احتاجوا له في حاجه يعني. وكان برضو بيحب اهله، وكان بيطيع، وكان بيبر والدي، وكان بيطيعهم دائما. وكان دايما امه كانت عايشه كانت بتدعي له دايما. كانت المعامله سيئه بالنسبه لما كنا بنشوفه في السجون، كانت أول مرة أنا شفت فيها كانت المعاملة سيئة جدا، كان هي أول مرة شفته فيها ده. أنا مرة ما رحت له ما رضوش يدخلوني أنا وأختي الصغيرة،
بس ده بقى بعد ما يوقفونا من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 3 العصر في الشمس، وما كنا بندخلوا له كان العدد كان ما بين سلكين ما بينهم متر، كان عدد 30 واحد يقفوا له، يقفوا ويعلوا صوت عالي ما كناش بنسمع اللي هو بيقوله ولا اللي احنا ولا كان بيسمع اللي احنا بنقوله. كان دايما بيحسن على قراءة القرآن، وكان دايما بيقول لي اطلع من الأوائل، وكان بيقول لي أنا عاوزك تشوف دكتورة، وكان دايما عمره ما أذى حد ولا زعل حد منه، وكانت الناس كلها تعرفه اللي هو كويس ما بين الناس بحسن خلقه، وكان دايما طيب. والله هو الحقيقة المهندس مصطفى كان يعني كنا إخوة أشقاء كما تعلم، وكنا يعني الحمد لله الأب والأم، كان أبويا راجل صياد بسيط، والوالدة كانت تحفظ شيئا من القرآن، وربطنا على الحلال والحرام وإحنا لسه صغيرين. والحمد لله دخلنا إحنا الاتنين كلية الهندسة في برج البرولس، هذه كفر الشيخ، من أوائل الناس اللي اتخرجت في كلية الهندسة. يعني أمي وأبويا علمونا تعليم عالي، دخلنا أعلى الكليات، وأبويا كان راجل صياد بسيط وكان بيتعب باليومية علشان إحنا يصرف علينا إحنا الاتنين في كلية الهندسة. والحمد لله اتخرجت وطالع من أوائل الدفعة، وهو برضو اتخرج وطالع من أوائل الدفعة بتاعته. هو اتعين في وزارة الري وأنا دخلت طريق العمل الحر، هو ترقى لحد ما بقى مدير عام. فإحنا نشأنا إحنا الاتنين مع بعض، كنا يعني نصلي سوا ونصوم سوا ومساجد سوا، وبعدين بقى اتفرقنا لما اتجوزنا، كل واحد فتح بيت مستقل. إنما هو طبعا كان راجل اجتماعي من الطراز الأول، يعني هو كان راجل اجتماعي منغمس في أعمال البر في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، بلدنا برج البرولس دي. وكان كل سنة في رمضان بينشئ حاجة اسمها مائدة الرحمن من جيبه الخاص على الطريق الدولي، كان بيوقف كل العربيات النقل التقيل والخفيف والملاكي، وكان كل ده بيوقف ويفطر في هذه المائدة. الكلام ده من 20 سنة، من 15 سنة لا أدري. كل برج البرولس هذه، بل محافظة كفر الشيخ تعرف من هو المهندس مصطفى كمون، لأن كان هو عضو نقابة المهندسين في كفر الشيخ، الفرعية في كفر الشيخ، وكان يعرف كل مهندسين المحافظة، والمهندسين كلهم يعرفوه، وكان بيمشي في مصالح المهندسين بصفته عضو نقابة المهندسين في كفر الشيخ. وكان في أعمال البر زي ما قلت لحضرتك، مائدة الرحمن اللي كانت على الطريق الدولي في مدخل برج البرولس وانت جاي من رشيد أو من دمياط، وبرج البرولس كلها تعرفوا إن كان راجل أمير وراجل صالح وراجل ينفق بالليل وبالنهار على الأيتام وعلى المساكين وعلى الفقراء من جيبه، من أهل الخير اللي كانوا بيتعاونوا معاه. أنا عن نفسي كنت مع الجيران، كنا بنوزع على الأيتام داخل البرج دي على مئات، بل مش عايز أقول لك آلاف الأيتام كانوا بيتقاضوا مرتبات وإعانات من هذه المائدة، مائدة الرحمن، كل عام في رمضان. وهذا كل برج البرولس تعرف من هو المهندس مصطفى كمون. يعني مش عايز المهندس مصطفى، مش علشان إن هو أخي أو شقيقي، ده راجل كان يعني يعطي بسخاء. وجيرانه حتى آخر حاجة كان عاملها هنا لما كان عامل الأضحية في رمضان في العيد، عيد الكبير، وكان أيامها له ضبط وإحضار، ومع ذلك عمل الأضحية ووزع على جيرانه وعلى حبايبه، وكل الناس كلت من هذه الأضحية. جيرانه كلهم بيحبوه، زمايله في الشغل بيحبوه، الناس في المساجد وفي المقاهي تعلم من هو المهندس مصطفى كمون، لأنه كان قبل كده سبق له الترشح كعضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ، وكان حاصل على أعلى الأصوات، وكان يعني لولا أن زورات الانتخابات في عهد المخلوع حسني مبارك كان يبقى عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ. كل الناس تعرف جيرانه بتحبه، أهله بيحبوه، إخواته البنات، إخوانه الرجال والصبيان، كل العائلة كان يمشي في مصالحها. والحمد لله يعني مش عايزين نشكر، لان دي حاجه واقع احنا كنا نلمسها على الارض. يعني المهندس مصطفى، انا عايز اضيف حته كمان لتفانيه في التفانيه في العمل البر وعمل الخير. الموقف بتاع مائده الرحمن ده، لان مائده الرحمن ديت من العلامات المميزه في حياه المهندس مصطفى كمون بالذات. يعني احنا لما كنا بنقعد قبل رمضان
عشان نعد مائدة الرحمن. كنت انا من ضمن الناس اللي كنا بنقول حكايه مائده الرحمن ديت يعني هي حاجه شيء طيب وشيء كويس، بس يعني بياخد وقت كتير جدا مننا وبياخد مجهود كبير، واحنا يعني ورانا اشغالنا ورانا اعمالنا ورانا مسؤولياتنا وكده يعني. فكنت انا من ضمن الناس اللي كنت بقول بلاش مائده الرحمن، يعني نوفر مائده الرحمن يعني، لان احنا مش هنصد ان احنا الا انه من أكثر من 10 سنين فعلا ربنا يجزيه خير يعني فضل قائم على مائدة الرحمن لوحده بعد فضل الله عز وجل يعني. وكان هو يعني كنا احنا طول شهر رمضان بالكامل ممكن الواحد يروح يوم في الشهر يومين في الشهر، ما يروحش خالص طول الشهر من أكثر من 10 سنين، إلا إن الباشمهندس مصطفى كان مسخر وقته من بعد صلاة الفجر كل يوم لغاية بعد العشاء، بعد صلاة العشاء مسخر نفسه ووقته لمائدة الرحمن. وطبعا غيابه كان يعني كان صعب علينا وعلى الأولاد، وكان يعني مفتقدينه، وكان يعني هو كان مثالهم وكان ملبي لهم كل يعني حاجاتهم وكده. فيعني كنا يعني الحمد لله يعني احنا صابرين يعني وكده، وربنا يخرجه بالسلامة يعني. والدي قعد في كفر الشيخ، في ترحلات كفر الشيخ حوالي أسبوعين، كنا بنروح له يوميا عشان نودي له أكل نودي له ملابس، كان بيرفضه ونفضل من الصبح لغاية بالليل يقول لنا طب استنى شوية استنى شوية لغاية ما نيجي المغرب كده، أقول لك لا ده روحوا ما فيش زيارة، ولا كان بيدخل إلا ما فيش إلا مرتين، آخر مرتين دول ما اتخدوا مننا الأكل بس. وبعد كده ترحل لسجن طنطا العمومي وبنزوره كل خميس، بس طبعا الزيارة بنروح وبنقعد من الساعة 6 الصبح لغاية الساعة 3 العصر، وبعدين بقى الجنين بيخش الأول، أقول لك الجنين بيخش الأول، وبعدين نفضل لغاية الجنين ما يخشوا وهم بينوا علينا الأسامي، ونخشوا بقى بيفتشوا الأكل، تفتيش الأكل منظر يعني بايديهم، وممكن لا مؤاخذة يعني حتة خشب على الأرض بيغرف بقى الرز يشوف فيها حاجة يعني حاجة يعني لا تطاق يعني. بالنسبة لوالدي، والدي كان معانا يعني رحيم بينا، وكان بيأدي كل أوامرنا وأي حاجة مش مخليانا والله. ووالدي كان مع الناس كويس، حتى الجيران لو تسألوا الجيران هيشهدوا بذلك، جميع مركز البرولس عارفين من الباشمهندس مصطفى كمون. والدي كان مهتم بتحفيظ القرآن الكريم، حفظ 4 من عياله القرآن ما عدا أصغر، كلنا حفظنا القرآن ما عدا أصغر واحدة حافظة ربع القرآن، وإن شاء الله تستمر في كمالة القرآن. والدي كان يعني ولا زكي على الله، كان بيقيم الليل وكان ما بيسيبش الصلاة في المسجد، وكان يعني مثلا لما اجي من الدرس يعني مثلا واقعد اكل والاذان بيأذن يقول لنا لا انزل صلي، تعالى انزل صلي معايا، وبعدين نطلع ناكل براحتنا عشان ما يكونش تشغل نفسك بالاكل وبتاع، صلي وبعدين نطلع ناكل براحتك. وطبعا والدي علمنا على ازاي نتربى على الاسلام، ازاي نحفظ القرآن، ازاي نتعلم من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي نعامل نصل ارحامنا، ازاي نبر والدينا. وكان والدي يعني بوالديه بار جدا، حتى كان اخر ايامه كان مع والدتي، كانت تعبت قعدت هناك في دمياط 2 أسبوع، كان قاعد معاها ليل نهار، كان يعني كان هو في هي في المستشفى وكان قاعد معاها يعني بينام معاها في المستشفى على الارض، ووالدي كان بار بوالديه جدا وتعلمنا منه كتير يعني عن اخلاقه، وكان كويس مع الناس جدا. المهندس مصطفى يعني اولا كان غير ملتحي، وكان راجل اجتماعي، والناس كلها كانت مش علشان ان ده اخويا او شقيقي او كده، الناس كلها كانت بتحبه. عمليه بقى ان هم حاولت الصاق تهمه ان هو ارهابي او ان هو متطرف او ان هو يعني، اذا كان ده ارهابي ومتطرف امال فين المتسامح مع الناس؟ ده كان راجل يا حاطط خده
مداس زي ما بيقولوا بالمثل البلدي عندنا كده بالفلاحي لجميع الناس، لدرجة ان احنا كنا احيانا نتنازل عن حقوقنا في سبيل ان احنا نرضي واحد جار، او نرضي واحد في الشارع، او نرضي واحد في الوظيفة، او نتصدق على مسكين. كنا غالبا احنا نتواصل، احنا بنسيب حقوقنا من اجل ان الناس ما تقولش برضه في يوم من الايام علينا ان احنا ناس وحشة. بالعكس، ده بقول لك افنينا اموالنا وحياتنا من عشرات السنين علشان مثل هذا اليوم. والحمد لله يوم ما قبض عليه انا لمحت ان الناس كثير من الناس زعلانه. ليه؟ عمليه بقى ان هو كان يقول لك اه ده راجل كويس بس الاخوان هم الوحشين. اقول لهم طب ما هم دول الاخوان، واخد بالك معايا؟ يعني يقول لك ان الاخوان مثلا ارهابيين، او الارهابيين الاخوان بيفجروا، او الاخوان بيعملوا. طب نقول لهم فين الاخوان؟ يقول لك لا ده مصطفى كمان كويس، ده كنا معاشرين، وده راجل محترم، ده راجل مش عارف ايه، ده مش هو ده الاخوان. لدرجه ان في كل قريه كده على مستوى القطر يقول لك اه ده الاخوان هم وحشين بس انتوا حلوين. طب ما احنا الاخوان، وهو ده الاخوان، هو ده نموذج الاخوان. بقول لك كنا يعني كان يتفانى من جيبه الخاص ومن عمله ومن وقته، لدرجه ان هو كان يخرج مثلا يصحى الصبح الفجر ما يرجعش بيته يومين الا بعد الساعه 12 بالليل، الساعه 1 بالليل. كان اولاده بالاسابيع بالشهور ما يشوفوهوش، لان هو كان بيتفانى زي ما قلت لك في العمل العام المجتمعي. وبعدين كان يمثل روح الاسلام المتسامح الجميل، الاسلام اللي هو بريء من كل اعمال العنف والشيطنه والارهاب وهذه الادعاءات اللي بيدعوها حاليا في وسائل الاعلام. يعني هي هم الاخوان المسلمين. كان انا بقول لك كده، وانا كنت احيانا اختلف معاهم، لان ده كان اسلام كنا بنسميه الاسلام المستأنس، الاسلام الودود، الاسلام يعني اللي هو مستكين الحلو الجميل اللي كان يعطف على ده ويعطف على ده، يمشي في مصلحه ده. لدرجه ان احنا كنا احيانا بنزهق نقول ده ايه العالم دي حياتها كلها مسخره. احنا كنا احيانا بالشهور ما بنشوفهوش، ابوه وامه لما كانوا عايشين يقعدوا شهور كامله ما يشوفوهوش، لانه كل شغله ال 24 ساعه كان بيمشي في مصالح الناس. والكلام ده اقسم بالله العظيم انا اقوله لوجه الله، لا من اجل انه اخويا، ولا من اجل اعلام، ولا من اجل مثلا اخوان مسلمين، ولا اجل تيار اسلامي. فعلا حقيقه ده كان شهور كامله ابوه وامه معانا في البيت ما يشوفوهوش، لانه كان يوميا يصحى من الفجر لحد الساعه 1 بالليل، كان زوجته واولاده ما يشوفوهوش، لانه كان بيخرج كل ال 24 ساعه يوزع على الفقراء وبطاطين على المساكين، مش عارف مائده الرحمن. شهر رمضان ده ما كانش بيفطر يوم في بيته، وده اقسم بالله العظيم ان دي حقيقه كانت موجود. انا شخصيا كنت لا اطيق هذا العمل، وكنت اتعجب. انا اخرج من البيت اطلاقا، ولكن ده بقول لك ان 24 ساعه كان يمشي في مصالح الناس، في يعني الفقير. كنت اشوف المندوبين اللي بيفوتوا على الناس في البيوت ويوزعوا شنط الفطار في رمضان من مائده الرحمن بعيني بنفسي. فدي مش عايزه كل واحد في البرج البرونس في مركز البرونس يعرف من هو المهندس مصطفى كمون. اما بالنسبه لمحمد اخويا المعتقل محمد كمون، كان احنا ما كناش بنعرفه. كانت قبل اعتقال بيوم كانت ماما كانت كلمته وقالت له خلي بالك من نفسك وخلي بالك من دراستك. تاني يوم ماما قالت له اتصلت عليه كان غير متاح، كان وقت اصابته. بقول لها يا ماما ما تقلقيش عليا هو كويس، ما كنتش اعرف برضه باصابته. كان هو اتصاب في 4:30، كان هو اتصاب 4:30 عصرا، بعد ما تركوه من 4:30 عصرا حتى الساعة 10 صباحا تركوه ينزف لأكثر من 8 ساعات بعد ضرب مبرح وتعذيب شديد من قبل قوات الأمن الانقضاء. وكان أخويا محمد ده كان حنون علينا أوي، وكان طيب معانا، وكان بيعاملنا كأنه أصحابه. وكان أما كان بابا اعتقل كان بابا كان بيوصي بيقول له خلي بالك من اخواتك وما تخليهمش يحتاجوا اي حاجه. وكان بيطلب منه بيقول له ما تخليش من اخواتك اي حاجه. انا كنت رحت زرته في المستشفى، كنت بسمعه بيصرخ من شده القلق. وكان اخويا محمد كان عطوف علينا قوي وكويس، وكان اي حاجه ما يشوف اي حد فينا زعلان من اخواته كان بيصالحه، وما كانش عاوز ما كانش مخلينا اي حاجه. بس بعد ما بابا اعتقل بابا ما كانش يعرف باصابه محمد الا بعد شهر، بعد
اصابته بشهر ما كناش راضيين نقول لبابا لانها كده اللي هو فيه ما كناش عاوزين نقول له اكتر من اللي هو كان فيه. فما هو اعرف كانت صدمه لي قويه جدا لان بابا كان بيعتمد على محمد في كل حاجه لانه كان اخويا الاكبر وفي نفس الوقت كان كاب لي كان كويس معانا. الطالب محمد مصطفى كمون ابن اخي وابن شقيقي المهندس مصطفى هو طالب في كليه الهندسه في دمياط الجديد، واخد بال حضرتك؟ ابوه معتقل ظلم، شيء طبيعي انه يبقى هيغضب ويزعل ويتضايق علشان ابوه اعتقل ظلما، وهو طبعا ابوه عايش وعارف ان ابوه راجل مثالي بالنسبه له، راجل مسلم صادق يحافظ على الاسلام وغيور على دينه ورباه على تحفيظ على حفظ القران الكريم. محمد مصطفى يحفظ القران الكريم كاملا وطالب في كليه الهندسه وابوه مربيه من الحلال، ولما راى ابوه اعتقل، لما ابوه اعتقل شيء طبيعي ان هو كشباب يحزن ويغضب على ابيه المعتقل، فكان طبيعي ان هو مثلا يبقى ماشي غضبان على ظروف اعتقال ابوه اللي مربيه واللي معلمه ودخله كليه الهندسه، واخد بال حضرتك؟ فاحنا عرفنا ان جانا خبر ان هو محمد مصطفى ابن اخويا المهندس مصطفى اعتقلوه، وطبعا اعتقلوه بعد مطاردات في عربيه واخذوه ويعني ابرحوه ضربا حتى انه اصيب بنزيف في الرئتين وكسر في قدميه وكسر في رقبته وكسر في حوض الميه، ووضع في مستشفى دمياط الجديدة وهو ينزف بعد ما أبرحوه ضربا داخل الزنزانة وفي مركز الشرطة، واخد بال حضرتك؟ وتركوه ينزف لمدة 8 ساعات في قسم الشرطة، وبعدين نقلوه للمستشفى وكلبشوه بالحديد وهو ينزف لمدة النهاردة ما يقرب من 60 يوما وهو مكلبش بسلاسل الحديد في السرير، وما زال حتى النهارده بينزف وما زال مكسور وما زال رجله مكسوره وما زال رقبته مكسوره ولا يستطيع ان يقضي حاجته وهو مكلبش في السرير. يمكن حضرتك لو شفت صوره هتشوفه وهو متكلبش 60 يوم تقريبا النهارده وهو بينزف من الرئتين، حتى انه كل النيابه لما راح له يعني هان عليه وقال والله لولا ان في امر من النائب العام بعدم اطلاق سراحه كنت انا اطلقت سراحه، لان شافه بينزف من الرئات حتى 60 يوم النهارده في المستشفى بينزف 60 يوم. وبعدين حتى يا اخي لو انا مختلف مع اخوان مسلمين او قضيه اخوان مسلمين او قضيه انقلاب، دي قضيه انسانيه، انت تسيب طالب 60 يوم ينزف في مستشفى، ايه اللي هيحدث في الدنيا؟ ماذا يجري في الدنيا في الكره الارضيه لو ان طالب زي ده متكسر وبينزف من الرئتين وعنده كسر في حوض الميه وعنده كسر في الرقبه في غضروف الرقبه وكسر في العمود الفقري في الفقره الرابعه والخامسه، ايه ده لو ايه ماذا يحدث لو اطلق سراحه؟ هيعمل ايه قدام الدبابات والمجنزرات والعربيات والسلاح؟ يعني دي حاجه، ده انسان ضعيف مكبل في مستشفى مغلول اليدين والرجلين، يعني 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 بغض النظر عن اي مساله انتماء فكري او غير فكري، دي مساله انسانيه، فين الانسانيه وفين الرحمه يعني اللي احنا وبعدين فين منظمات حقوق الانسان وفين الهيومن رايتس ووتش وفين اللي صدعونا بان عشرات السنين يقول لك حقوق الانسان والامم المتحده ومش عارف ايه، فين الامم المتحده اللي كانت بتقف علشان كلب في جنوب افريقيا كان محروم من الاكل والطعام والشراب؟ فين منظمات حقوق الانسان سواء كانت محليه او اقليميه او عالميه؟ فين هي يا استاذ؟ يعني هي بشيء من الرحمه سواء اختلفنا او اتفقنا مع افكار الاخوان المسلمين، وانا واحد من الناس هاجمت حكومه هشام قنديل من على المنبر وانا اخطب خطبه الجمعه، بس دي قضيه انسانيه يا اخي، دي عمليه انسانيه، هي دي الثوره 30 يونيو اللي بشرونا بيها؟ هو ده الاعلام اللي بشرونا بيه؟ هو ده ميثاق الشرف الاعلامي؟ هي دي الانسانيه اللي قالوا احنا قايمين علشان نخلص العالم والبلد من شر الاسلاميين واخوانه الدوله وهذا الكلام اللي احنا سمعناه؟ ده بالعكس، ده قضيه زي دي ان شاء الله هتدخل في التيار الاسلامي وفي الاسلاميين ملايين الشباب على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، هذه القضيه سيؤمن بها اجيال تلو اجيال تلو اجيال حتى ان شاء الله قيام الساعه وقيام الخلافه الاسلاميه بسبب هذه الاحداث.
انا واحد من الناس في السبعينات، انا التزمت وربيت دقني وصليت لما قريت صفحه في كتاب الظلال لسيد قطب، صفحه واحده كنا بنقراها في الجامعه، ولا شفناه وهو بيعدم ولا شفناه وهو بيقتل، ومع ذلك لما الشباب يشوفوا شاب عنده 20 سنه مكبل بالسلاسل والاغلال في عمود السرير وهو بينزف من الرئتين الموت ل 60 يوم، وعنده كسر في حوض الميه، وعنده كسر في العمود الفقري الفقره الرابعه والخامسه، وعنده كسر في فقرات العنق، ماذا سيصنع مثل هذا الشاب يا استاذ؟ ماذا سيصنع؟ اخي محمد مصطفى كمون المعتقل والمصاب بمستشفى جامعه الازهر دمياط الجديده، تم اعتقاله يوم الجمعه، هو بعد صلاه الجمعه، بعد ما ادى صلاه الجمعه تم اعتقاله. هو كان راكب عربيه ملاكي، وتم القبض عليه بعد ما سياره الشرطه بحجه توقيف العربيه خلبت العربيه عليهم، وطبعا نزلت افراد الشرطه من عربيه من عربيه الشرطه وضربوه ضربا مبرحا، لحين يعني ما خلاص بهمات في ايديهم. و محمد مصطفى يعني فضل ينزف في السجن لمده 8 ساعات، فضل ينزف في السجن لمده 8 ساعات لحين ما جابوا دكتور، في دكتور هناك في السجن كان ياخدونه برضو دكتور اشرف التبعي، ده جابوه من الزنزانه اللي جنبه كشفوا عليه، قال لهم محمد مصطفى لو ما راحش المستشفى كمان ساعه بالظبط هيموت. كان طبعا نزيف جوه على صدره وكسر في رجله وشرخ في الحوض وفقرات العمود الفقري كان فيه كسور. وطبعا محمد مصطفى المهندس محمد مصطفى كان يعني اخلاقه عاليه جدا، كان الناس معروفه بطيبه قلبه، كان كل اسراري كنت بحكيها له، كان محمد كويس مع اخواته، كانش مخليهم عايزين حاجه. ربنا يجازيه خير يا رب ويعوضه عن اصابته ديت خير، يجازيه ان شاء الله. هو كان بيسال علينا على طول، يعني كان هو بيروح كليته ودايما بيتصل علينا على طول انا كويس وبيطمن على اخواته، انا اخواتي عاملين ايه، وده بعد قبل الاعتقال وبعد الاعتقال والده وكده، وكنا دايما على اتصال باخواته وكده، ودايما لما كان يعني عاوز ينزل اجازه ولا حاجه بيجيب لهم هدايا معاه وكل حاجه يعني هم عايزينها وكده. اقول لابي اثبت واكون واثقا من نصر الله فان نصر الله قريب، واصبر فان الله مع الصابرين، وقل الذين اعتقلوا ابي والذين ضربوا اخي ضربا شديدا هذه ليست من الإنسانية أو ليست من الرحمة، وأقول لهم قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يأخرم لي من تشخص فيه الأبصار، وأقول للرسالة الأخير أثبت فإن الله مع الصابرين وسوف يجزيك الله على ذلك خيرا على ما أنت فيه. يا أخي الكريم، الرسالة اللي بوجهها للشعب المصري، الشعب المصري شعب عاطفي وشعب متدين وشعب مسلم وشعب يعرف ربنا كويس، فأنا بقول يعني هذا الطالب اللي هو في الأغلال وفي المعتقل وهو متكلبش في السرير بينزف من الرئتين وعنده كسر في حوض المياه وعنده كسر في رجله وكسر في فقرات العنق وكسر في الغضروف، هل بالله عليكم يا شعب مصر هذا الإنسان الضعيف المسكين المحبوس المغاب يعني مربوط في السرير مكلل بالأغلال، هل ده بالله عليك خطر على مصر؟ هل ده في خطورة على مصر وهو مصاب بكسور في كل جسده؟ هل ده يشكل خطورة على الأمن العام أو الأمن الخاص؟ بالله عليك إنسان 20 سنة في العشرينات من عمره وهو طالب، هل كل واحد في مصر يرضى ان ابنه يكون في هذا الوضع؟ بغض النظر اختلفنا او اتفقنا مع الانقلاب، هل بالله عليك وشعب مصر شعب طيب، شعب مسلم بالفطرة، شعب يخشى الله عز وجل، شعب يعني عنده شهامة يقبل ان ابنه او احد افراد يعني مكبل بهذه الاغلال في السرير
من 60 يوم تقريبا هو بينزف تحت بصر وسمع أجهزة الإعلام وأجهزة الأمن والنيابة والقضاء. أين القضاء وأين الإعلام وأين يعني المحامي العام وأين النائب العام عن الشعب؟ ها؟ وأين رجال القضاء الشرفاء؟ وأين قضاءنا اللي يسمى القضاء الشامخ؟ وفيش رحمة في قلب يعني مدير أمن ولا مأمور مركز ولا رحمة في قلب وكيل نيابة ينظر بقلب رحمة إلى هذا الشاب المسكين يعني المكبل بالأغلال في سرير من 60 يوم وهو ينزف، والأطباء في المستشفى يبكون لأنهم لا يستطيعون يعني فعل له أي شيء. هل هذا يرضي شعب مصر، الشعب المصري الطيب المسلم بالفطرة؟ هل يرضي هذا يعني بالله عليه؟ هل المصريين يرضون حال الأمة يوصل لكذا؟ اختلفنا أو اتفقنا مع الإخوان، يرضون الذي يعني يصنع هكذا في الشعب المصري بالله عليك؟ أو في أحد شباب الأمة أو في طالب مصري بلاش ينتمي لأي، ماذا فعل غير أنه أمسك به من الشارع وضرب ضربا مبرحا حتى 8 ساعات ينزف، حتى نقلوه المستشفى يا أخي وهم يعلمون هذا، واذهبوا إلى مستشفى دمياط الجديدة واسألوا الأطباء واسألوا الممرضين واسألوا الحراسة عليه، الحراسة عليه بتبكي، العسكري اللي واقف عليه حراسة بيبكي، وكل النيابة شافوا بكى قال بس أنا لا أستطيع إلا أن يجيني يعني إلا أن يأتيني أمر من النائب العام.